طيب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الآن بيعكف على دراسة منتخب باراجواي، وده بعد تسلمه تقرير عن أداء المنافس بيتضمن أداءه وأبرز لاعبيه علشان يقوم بدراسته بشكل جيد عشان يقدر يحط الخطة المناسبة للمباراة يوم الجمعة إن شاء الله. مزيد من التفاصيل والتوقعات بقى مع ضيفنا اللي بينضم لنا هاتفيا أستاذ محمد مراد الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر. برحب بحضرتك يا فندم. مرحبا بحضرتك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيبه وبخير، وبرحب بكل المشاهدين الكرام. اهلا بيك. عايزه من حضرتك تقييم لمنظومه عمل المنتخب الاولمبي حتى الان، خصوصا بقى بعد ادائه المشرف اللي انتهى بفوزه على اسبانيا 2-1 وتصدره للمجموعه. يعني هو بالفعل هبتدي من اخر كلمه، اداء مشرف ان انت تفوزي على منتخب من اقوى منتخبات العالم، منتخب دايما في اي بطوله بيبقى موجود فيها وبيبقى من المرشحين رقم واحد منتخب اسبانيا. الحمد لله فوزنا عليه اداء ونتيجه، مش نتيجه بس، لا الحمد لله المنتخب كان مسيطر معظم الشوطين، ضيعنا اكثر من فرصه، كانت ممكن المباراه تطلع باكثر من هدفين، لكن الحمد لله فوز، وفوز مهم، فوز في وقت صعب جدا، تتصدري بالمجموعه لاول مره في تاريخ منتخب مصر الاولمبي. احنا شاركنا قبل كده في الاولمبياد 6 مرات، دي السبعه، اول مره نتصدر المجموعه، فدي حاجة كويسة جدا وحاجة تحسب لمصر وعلى حساب منتخب كبير طبعا زي منتخب اسبانيا. المجموعة ما كانتش سهلة زي ما الناس كانت متصورة، لا الكرة في العالم في الفترة الأخيرة بتتطور، بنشوف منتخبات صغيرة بقت كبيرة وبقت صعبة في الـ في الـ في كرة القدم، في عالم كرة القدم تحديدا منتخب اوزباكستان في السن ده وفي المراحل السنية دي بيبقى منتخب كبير. طبعا منتخب اسبانيا مش هنتكلم طبعا عليه، فالحمد لله تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط. عندنا ماتش صعب يوم الجمعه ان شاء الله. خلينا نتكلم على ماتش يوم الجمعه، هيقابل باراجواي وصيف المجموعه الرابعه وده دور الثمانيه، يعني مش سهل ابدا ابدا، بس ايه توقعاتك؟ يعني ماتش صعب جدا طبعا. في المراحل السنه دي برضو الكوره في امريكا الجنوبيه اللعيبه الصغيره بتبقى لعيبه مهاريه شويه، تبقى قريبه من نفس طريقه لعب منتخب مصر، فلما تواجه منتخب عنده لعيبه اصحاب مهارات عاليه زي نفس طريقه اللعب الخاصه بمنتخب مصر فده بيمثل لك صعوبه شويه، لكن طبعا يعني الدفعه المعنويه والحافز الكبير اللي موجود عند اللعيبه بعد فوز 1-2 على اسبانيا هيديهم طبعا دفعه معنويه ان هم يلعبوا ماتش باراجواي يعني بكل مجهوداتهم، وعلى امل ان هم ان شاء الله يكسبوا ويتاهلوا الدور الاربعه وتبقى حاجه كويسه في تاريخ منتخب مصر وحاجه تحسب للجيل الحالي. نطمع شويه يا استاذ محمد في ميدالية؟ يعني والله يعني انا ضد كلمه ان التمثيل المشرف، يعني كلمه التمثيل المشرف دي من الحاجات اللي بتضايقني قوي الفتره الاخيره في كره القدم تحديدا. خلاص كل المنتخبات بقت قريبه في المستوى، عندنا لعيبه كبيره، عندنا لعيبه مميزه، يعني شفنا ابراهيم عادل الحقيقه يعني من افضل لعيبه في الاولمبياد لغايه، ومش في الاولمبياد بس، يعني كان افضل لعيب في افريقيا مع المنتخب الاولمبي وكان احد العناصر الرئيسيه في وصولنا للدور للمباراه النهائيه مع المغرب، وكنا يعني قريبين جدا ان احنا نكسب لولا طرد محمود صابر. لكن نطمع طبعا، من حقنا نطمع، ومن حقنا طبعا بعد الاداء المشرف مع منتخب اسبانيا من حقنا طبعا نطمع، وعندنا لعيبه عندها طموح عايزه تحقق حاجه لنفسها، وشفنا ده في الفيديوهات امبارح المنتشره للعيبه سواء محمد النني سواء زيزو اللي هم كباتن. طب محمد، استاذ محمد، يعني انا عايزه بقى كواليس، يعني مشاهدينا مشاهدين اليوم عايزين كواليس، وانت يعني المنسق الاعلامي لمنتخب مصر، ما فيش عقود احتراف مثلا للاعبتنا؟ يعني احنا خصوصا ان احنا سمعنا ان النني جاله يعني تقريبا وقع لنادي الجزيره، صح ولا ايه؟ في عروض ثانيه، في عروض ثانيه يعني لاي من لاعبتنا؟ سمعنا طبعا عن ابراهيم عادل، ابراهيم عادل يعني طول الوقت اللعيبه المميزه فبيجي له عروض، حتى هو موجود في بيراميدز بيجي له عروض، كان من ضمنها عرض برتغالي في اول في منتصف الموسم ده، فاعتقد بعد الاداء المميز ده يعني في طبعا موجود يعني زي ما بيقولوا الكشافين او وكلاء اللعيبه في اوروبا تحديدا في اكبر انديه العالم بيتابعوا البطولات دي، بيشيروا اللعيبه اللي هم صغيرين السن بيستفيدوا منهم بعد كده طبعا. فانا باكد لك يعني في 3 أو 4 لعيبه يعني هيجي لهم عروض، وعروض مميزه جدا. زي ما انت حضرتك قلتي النني مضى في الجزيره الاماراتي، خلاص كان في مفاوضات شفويه مع الاهلي من بعض المقربين من الاهلي، لكن خلاص اللاعب موجود في الجزيره الاماراتي. زيزو لغايه دلوقتي برضه بيجي له عروض، اعتقد بعد الاداء بتاع امبارح تحديدا يعني زيزو شفناه بالمستوى اللي احنا عارفينه عنه، في ابراهيم عادل، في عمر فايت، في حمزه علاء،
في اكتر من لاعب الحقيقه، في محمد شحاته لاعب الزمالك، كل اللعيبه دي يعني في العين كلام عليهم. وفي طيب. يعني لكن ابراهيم عادل بالفعل يعني وصل له عروض، وصل له عروض كتير جدا في الاوقات اللي فاتت. ان شاء الله اتمنى بعد البطوله دي وان شاء الله يعني ربنا يوفقك، قلت يحقق ميداليا الدنيا تروح في حته ثانيه ان شاء الله، والعروض هتبقى افضل وافضل باذن الله. كل التوفيق ليهم يا رب. خلينا بقى نروح للبعثه الاولمبيه، احنا حققنا لحد دلوقتي كم ميداليه يعني تقريبا، والمتوقع نحقق يعني يعني على خلفيه بقى السابق، متوقع نحقق كم ميداليه في اللي جاي؟ يعني هو يعني حققنا ميداليه برونزيه بس بسرعه البطل يعني محمد سيد الحقيقه اللي بذل مجهودات كبيره جدا طبعا. ان شاء الله يعني لسه في الخماسي الحديث وفي رفع الاذكار والالعاب اللي احنا مميزين فيها دي خلال الايام اللي جايه، وطبعا منتخب مصر كره اليد اللي مش عايز انساه الحقيقه، من اللعيبه الرجاله والمنتخبات الرجاله اول الفتره اللي فاتت محافظين على النهارده عندهم مباراه مهمه مع منتخب فرنسا، يعني فرنسا، وقبل كده لعبوا مع الدنمارك يعني كانوا. طب اخبارنا ايه بقى مع طالما احنا لعبنا قبل كده معاهم قدام منتخب فرنسا يعني قبل كده؟ انت قابلت اصعب منتخب ايه توقعاتك؟ يعني انت قابلت اصعب منتخب اللي هو الدنمارك، فان شاء الله النهارده منتخب فرنسا ان شاء الله باذن الله. طبعا الماتش صعب جدا، انت بتلعب فرنسا الفرقة طبعا. احنا قابلنا الدنمارك على فكره بالمناسبه وخسرنا نقطتين فقط قدام، انا بقول لحضرتك يعني انت لعبتي لعبتي اقوى فرق، وهنا نقدر نقول ان هو كان اداء مشرف الصراحه طبعا يعني لولا بس اول 10 دقايق لو انت حضرتك تابعت الماتش كان فرقه بس حوالي 7 نقط في اول الماتش، لكن الشوط الثاني صلحنا الامور والحمد لله، كنا قريبين جدا لو كان فاضل دقيقه او دقيقتين كان ممكن نتعادل، لكن فهي دي كرة اليد، وبتلعب منتخب يعني بطل كأس العالم وفرقة من فرق من أقوى فرق العالم في كرة اليد. لكن إن شاء الله النهارده فرنسا رغم صعوبة المباراة طبعا، والمباراة على ملعبهم ووسط جمهورهم طبعا، هيبقى ماتش صعب، لكن إن شاء الله المنتخب المصري قادر إن هو يفوز النهارده، وأتوقع إن شاء الله إن إحنا نقدر نحقق الفوز إن شاء الله، وأتوقع إن شاء الله يبقى في ميداليات للمنتخب لباقي الألعاب إن شاء الله، زي ما قلت لحضرتك في الخماسي الحديث وفي رفع الأثقال يعني واليد، وان شاء الله باذن الله باذن الله منتخب مصر كره القدم يحقق ميداليه ان شاء الله، لو تخطى برغوي هيدخل طبعا على منافسه صعبه مع فرنسا والارجنتين اللي فايز منهم، لكن ان شاء الله طول ما الطموح موجود واللعيبه عندها حافز ان شاء الله نقدر نعمل حاجه، والبعثه ان شاء الله ترجع باكثر من ميداليه باذن الله. يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الاعلامي لمنتخب مصر.